البي بي سي دخلت على الخط وقالت مظاهرات افتراضيه. يا نهار اسود على ام النفاق، مظاهرات افتراضيه ضد السيسي تقابلها حملات دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لما فيش مظاهرات، انا بقول لبتوع الجزيره بس، بقول لكل الناس، سمحتوا في حياتكم عن حاجه اسمها مظاهرات افتراضيه؟ لما ما فيش مظاهرات في مصر وما فيش ثوره في مصر، فهيعمل ايه يعني؟ هيضيع يعني التجهيزات بتاعته ولا ايه؟ مظاهرات افتراضيه، مظاهرات افتراضيه. هل في مصطلح يا ساده يا اساتذه الاعلام في العالم اسمها مظاهرات افتراضيه؟ انا مش قادر اصدق. انا بقول لكم بس اعترفوا حجم الماساه ايه اللي احنا بنواجهها. مظاهرات افتراضيه بقى في دوله افتراضيه في شعب افتراضي، وانا بعتبرهم اصلا دي البي بي سي، والله انتوا اللي محطه افتراضيه، والله انتوا قناه افتراضيه، والله انتوا اعلام افتراضي، والله اعلام افتراضي، اعلام افتراضي.